واتي فاوين تفاوين ابو بكر تفاوين بدوكال مبارك عواي شيركم اوا كناتي نخدم ورنعيت تزرم وكان طوموبيل خدمت غير كلي بدا يسمع لا تسمع قال القصة انا عيت من العيدات عيد الاضحى يسمى القصة نسماني كاتكا هذه القصة كاتكا لان كاسيدي كاتينا سيدي ابراهيم يا النبي يا رستيني سيدي ابراهيم اريت ورقه اريت ورقه يستي امور ربي اي غرس يويس يويس هذا رستيني سيدي اسماعيل يا يسا كايت ورقه يسمى سدحنا هايدي غارتا ورقيت وكان يفتينا يا عمر نيت انت نولي يويس اسماعيل عمر نيت قالوا كان لي عمر نيت دايت ما يسيف داس نضربي القى حيقنا القى هكا دي قلنا يا يتما صديقه ولا تصدق امن ولا ودور ثمنت هكا دات قال لي الصوار يا يتما يسيف داس ضربي القى حيقنا هاتي معقولة تقال لي الصوار هذا تي غرات في اللاسا مساء كش ما غيرش جوجل وانتي داك كل ديح إنك سيدي لماذا أمرنا الله بذبح الخروف علاش يوم راح ربي أن غرسوا القاع إنك ودي سيدنا إبراهيم كان مستعدا أن يتخلى عن ابنه حبيبه البار به المطيع له حبيبه يهمك العاطفة ده فأنزل الله عليه كبشا من السماء فأنزل الله عليه كبشا من السماء استفدس ضربي القاحينا ليذبحه أي شي غرس عوض غرسي سيدنا إسماعيل يا هيك هذا كي قال خيرا هيك على يتما هيك اللي تزرام خدم حتى كي ورقح ضيضة دا يتما ورقح أنه يسينا ربي هاد غرس حي داود قبل بوزلي داري لان داود أمر حنيت شاور حد داود ناجي شريتك غرس هنا هي اللي حتي يمر ربي ماشي مشكل اواتي غيلا عشو تمشي ور حياتما ما ربنا ربي دي سيف ذكروا القاحي قلنا حتى نكني نفكو يا ربي اعت سيف ذكروا القاح حل عيداد ما مو نقرش نصفر حال الفقراء نصفر حي قوين حتى نكني نصفر حداود يا وكان راك دحتيني نايتما انك وداتي يعدي ربي ولي طافني الفلوس مثلا نصداريس غا القاح يميلو ريري اي عيد انك تركي سي لومو كريس لا حرج عليه لا شيء اشكو يا غير السنه وريق الفرض يا دي خصك انت ولي غرسني مثلا خص داسين انك يا نطرف ياك انت ما سو القاع اتصدقني الفقراء يا هو كنا قال بغانا يسمع يا ربي هاد فلاح تاع الشكر والقاع يا رب امين